الغريب أن إحنا ما نملك وسيلة تنشر فكرنا. هذا المشكلة. أنا شو أسوي إذا 50 قناة فضائية كلها يومية تهبش علي وتشتمني؟ شو لحق أنا؟ شو لحق أرجوك؟ ويا ريت أولادنا يملكون الحماش اللي يملكوه هؤلاء. أنت ملاحظ أن هذا يجيك مسعور مملوء حرارة، بيده كاسيت يشتمك، وبيده كتاب يشتمك، وبيده منشور، وإحنا أولادنا خاملين شاغلين أنفسهم بقضايا تافهة لا أول لها ولا آخر، ولا واحد من عندهم يدعو نعم للدفاع عن مبدئها وعقيدته أو يضرى أبدا. ليش؟ أنا ما أدري، سيمر علينا خلال البحث. هذا مو طابع التشيع، ما كانوا الشيعة هكذا أبدا. يعني أنا ما أدعو إلى أن نجي نخلق شوشرة، لا لا، لكن أنا من حقي ومن حريتي أن أحافظ على عقيدة، أدافع عن نفسي. هذا أقول، هذا فكري، أنا مسلم، ليش تحاول تطلعني عن حضيرة الإسلام؟ أنا هذا فكري وهذا فكر غيري وهذا ما ينافي. لكن ليش أبنائنا ما يملكون هالمعنى؟ عندنا أقلام وعندنا مثقفين وعندنا حملة فكر، عندهم عقدة، أصلا عنده عقدة ما يكتب بها القضايا أبدا، عنده عقدة. صاير لك فرد إمعة، صاير إنسان ما يملك يعني ما يملك استقلالية بالفكر، ما يملك أبدا. يقول له ليش ما تشوف الآخرين؟ أنت بدأ تشوف أنت هاللون من الحماس، مع العلم لا يملك دليل، لكن عنده حماس لا يقف عند حد، وأنت بيدك كل الأدلة وبوسعك بالطريق المعقول الطيب تدافع عن فكرك وتدافع عن دينك وعقيدتك. تريد تصور لي التشيع عش للشعوبية؟ شنو شعوبية؟ دم لو فكر. إذا دم إحنا 99% من أولا أئمتنا كلهم عرب، فقهائنا 99% منهم عرب، وإحنا ما عندنا حساسية، إحنا نتبع القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما يفرق أن يكون حامل الفكر فارسي أو عربي أو كردي أو أوروبي أبدا. أنا إذا كنت مسلم أتبع الفكر ما أتبع الدم، ومع ذلك من باب التنزل أنا أئمتي عرب وفقهائي عرب وفكري عربي، وارجع إلى فكر الشيعة. شوف ياه الفكر، أين تقع العروبة؟ هل تقع في فكر التشيع أم تقع في فكر الآخرين؟ إحنا ما عندنا واحد يقول يجوز أن يصلي الإنسان باللغة الفارسية، ولا عندنا واحد يقول أن العقود تصح باللغة الفارسية. إحنا عندنا عقودنا نشترط فيها أن تقع باللغة العربية، عباداتنا نشترط أن تقع بلغة القرآن. شوف آراء فقهائنا عندما يجون إلى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا، شوف شنو آراء فقهائنا لتعرف أين الشعوبية. إحنا ما وقفنا يوم من الأيام بوجه القرآن ولا بوجه لغة القرآن ولا بوجه الرواد الأوائل اللي حملوا هذه اللغة وحملوا مضمونها، بالعكس إحنا من المؤيدين لها.